معنا طبيب في المختبر يأتيه أشخاص للفحص، لكنه يذكر النتائج لأي شخص يأتي للسؤال عنها، وقد يكون هناك حديث في المجالس الخاصة عن دم فلان وفلانة وفيه كذا وغير ذلك. ما حكم ذلك الفعل إن كان مع الأطباء أو مع عامة الناس؟ وهل يختلف الحكم إن كان بين الزوجين فيخبر أحد الطرفين أو يخبر أحد الطرفين بالآخر، أي بما عليه الطرف الآخر؟ الفحوصات الطبية وما فيها كل ذلك أسرار شخصية لا يجوز إفشاؤها. هنالك أشياء كثيرة لا يصح الإنسان أن يفشيها، والشخص فيها مؤتمن. إن جئنا إلى الأطباء والملفات الصحية التي للمرضى، هذه أسرار طبية لا يجوز أن تظهر. إن جئنا إلى المعلمين ودرجات الطلاب ونحو ذلك، هذه أسرار أيضا لا يصح أن تظهر إلا إن كان هؤلاء بأنفسهم يبيحون ذلك، أما الأصل فيها فالستر. هكذا إن جئنا إلى حالات الطلاب، بعض الناس بدافع الفضول، بدافع الفضول الممقوت، يذهب ما أحوال ولد فلان في المدرسة أو في الطب، ما الذي يعنيك؟ دع الناس لأنفسهم، هذا كله لا يجوز ولا يصح أن تفشى هذه الأسرار. بل إنه لا يصح أن يخبر الزوج بأمراض زوجته إلا إن كان هنالك ضرر، فالقضاء هو الذي يتصرف. أما أن يذهب هو وأن يستخبر وأن يأتي الطبيب وأن يخبر بهذا فلا يجوز. هكذا الأمر عند الأطباء وعند المعلمين وعند القضاء وعند المفتين وعند غيرهم، أسرار الناس لا يجوز أن تظهر للآخرين إلا بإذن منهم، ومن أظهرها وقع في الإثم، والله تعالى أعلم.